السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأحباء في مدرسة أطفال الرمث النموذجية. طلابي طلاب الصف الرابع أحبائي، اليوم سوف نبدأ في الدرس ما قبل الأخير من الوحدة الثالثة وعنوانه جداول المدخلات والمخرجات. درسنا في الدرس السابق الأنماط، درسنا اليوم له علاقة بالأنماط لكن بطريقة مختلفة، إنه إحنا إذا طلب منا النمط مثلاً للحد الحادي عشر أو النمط للحد العشرين، هل من المعقول أن أبقى أمشي حتى أصل إلى الحد العشرين؟ لا، إحنا رح نتعلم اليوم إنه في عنا قاعدة للنمط رح نستخدمها لإيجاد الحد المجهول من دون إنه ما نضل أكرر العملية أكثر من مرة. في عنا هاي الرسمة اللي هي اسمها آلة الأعداد، نضع فيها القاعدة. لو فرضنا مثلا بدي زائد 4 في قاعدة هذا النمط، في عنا آلة الأعداد، هذه الأسهم اللي هنا اللي هي المدخلات، اللي عنا هون المدخلات. لو فرضنا عنا 1 2 3 رح نقوم هاي العدد تدخل إلى الآلة، رح نصير لها إضافة 4 ومن ثم تصير عندنا المخرجات، يعني هدول اسمهم المدخلات اللي هو الانبوت وهون عندنا اوتبوت اللي هو المخرجات. ليش رح نعمل هاي العملية؟ رح ندخل الأعداد عشان أكون هذا الجدول المطلوب مني اللي هو عندنا جدول المدخلات والمخرجات باستخدام آلة الأعداد. الواحد رح أضيف لها 4 تخرج 5، الاثنان نضيف لها 4 تخرج 6، 3 زائد 4 7. إذا هون إحنا حضرنا المدخلات والمخرجات، فالمدخلات هي 1 2 3، المخرجات 5 6 7. هيك إحنا استخدمنا هاي اسمها آلة الأعداد لإيجاد المخرجات، مفهوم يا رابع؟ رح ننتقل إلى مثال ثاني ننتقل إلى مثال آخر، استعمل آلة الأعداد لإكمال جدول المدخلات والمخرجات. في عنا هذا الجدول، في عنا بعض المدخلات مجهولة والمخرجات، ومعطينا القاعدة من خلال هذه الآلة، فالقاعدة ننظر إليها، وراح نلاحظ بأن هي الضرب بثلاث، قاعدة هذا الجدول ضرب بثلاث. إذا رح نبدأ بالمدخلات، عنا 1 و2، وعنا المدخل الثالثة مجهولة. بدنا نبلش بالمخرجات، 1 ضرب 3 الإجابة 3، إذا أول مخرجة 3، 2 ضرب 3 6، نقوم بعملية الضرب بشكل سلس. الآن عندنا المخرجة 9، ما هي المدخلة اللي مخرجتها 9؟ لإيجادها يا رابع، بما إنه هون عندنا الضرب رح تكون العملية 9 تقسيم 3، يعني الضرب يحول إلى قسمة. دائما في الأنماط إذا كنا بدنا نجد إشي نرجع بشكل عكسي، مش إلى الأمام نرجع إلى اليسار، فرح نعكس العملية. فإذا كان ضرب تحول إلى قسمة، إذا كانت قسمة تحول إلى ضرب، إذا كانت جمع تحول إلى طرح، طرح إلى جمع وهكذا. 9 تقسيم 3 الإجابة 3. هل 3 ضرب 3 9؟ نعم، يعني إحنا ما بدنا نحكي 9 ضرب 3 نحط 27، غلط. أنا بدي شو العدد اللي ضرب بضربه في 3 بعطيني 9 اللي هو 3، أو بحكي 9 تقسيم 3 الإجابة 3، 9 تقسيم 3 الإجابة 3، إذا هنا المدخلة هي 3. ننتقل إلى مثال ثالث، في عنا هاي آلة الأعداد، القاعدة اللي داخلها هي عبارة عن تقسيم 5، القاعدة هي تقسيم 5، وبحكي لك يا رابع ضع العدد المناسب في أوجد العدد المفقود. أولا إحنا عنا العملية قسمة، صح؟ فنبدأ بالمدخلة الأولى، 150 تقسيم 5 بدنا الناتج إلها. هسا رابع في طريقتين، إما بنقسم قسمة ذهنية إما بنقسم قسمة عمودية، قسمة طويلة. فال 150 نقسمها تقسيم 5. رابع درسنا هذا جدا مهم، إنه إحنا لازم نراجع جداول الضرب، لازم نراجع عمليات القسمة الطويلة بشكل يعني مكثف إذا في طالب عنده أي مشكلة. حكينا دائما لما نقسم بالمضاعفات اللي فيها صفر نخرج الصفر الى الخارج، ف 15 تقسيم 5 اللي هي 3، او نقسمها قسمة طويلة 150 على 5، او قسمة ذهنية 15 تقسيم 5 3 بالصفر يخرج، فالإجابة 30، الإجابة 30. الآن عندنا العكس، المدخلة غير معلومة والمخرجة معلومة، ماذا سوف نفعل؟ زي ما حكينا قبل قليل إنه 50 شو نعملها مع 5، كيف شو راح تكون العملية؟ راح تكون عملية ضرب، ف
50 ضرب 5 عشان ارجع المدخل، احكي شو العدد اللي بضربه، اسف شو العدد اللي بقسمه على 5 بيعطيني 50، فرح نقوم بعملية الضرب. 50 ضرب 5، 50 ضرب 5 صفر بيخرج 5 ضرب 5 25. اذا 250 تقسيم 5 هل بعطيني 50؟ منطلع الصفر، و25 تقسيم 5 الجواب 50. نعم صحيح. اذا هذا يا رابع من الامثله على انه يكون عندنا اعداد مفقوده في المدخلات او في المخرجات، رح نعمل بهاي الطريقه. دائما اذا كانت المدخله مجهوله ومعنا المخرجه نعكس عمليه الموجوده في القاعده، اذا كانت قسمه بتصير ضرب، ضرب بصير قسمه وهكذا. مفهوم؟ رح ننتقل الى مثال ثاني، خليكم معي رابع مركزين. رح انتقل الى هذه الفكره في الدرس، انه اذا كان في عندنا رابع آلتين من الاعداد، يعني عندنا قاعدتين لهذا النمط او لهذه الجدول، ماذا سوف نفعل وكيف سنقوم بحل مثل هذه الاسئله؟ فاذا رابع كان معاكم القاعده فيها عمليتين حسابيتين، هسه احنا زي كانه احنا هاي مع بعض عمليتين، بدل ما نحطه بنفس الاله حطينا كل اله لحال فيها قاعده واحده عشان ما تتخربطوا. فإحنا هون صار في عنا عمليتين حسابيتين، هسا كل اللي أخذناه كان عملية واحدة، بنفس الطريقة رح نشتغل بالعمليتين، رح يدخل العدد ينضرب بستة بعدين ينضاف لاثنين ويخرج إلى المخرج الأولى. خلينا نشوف كيف التطبيق. فواحد نبدأ فيه ضرب ستة، ستة، ستة زائد اثنين ثمانية، إذا أول مخرجة هو العدد ثمانية. اثنان بدخل الاثنين بنضرب بالستة، اثنين ضرب ستة 12 زائدا اثنين 14. إذا رح ينشغل أول شيء الضرب بعدين عملية الجمع، أو حسب شو أول قاعدة موجودة عندنا، مش شرط إنه الضرب، يعني حسب ممكن يكون قسمة طرح شو مطلوب منا، بنشتغل في أول قاعدة ثم ننتقل إلى الآلة الثانية، أول شيء الآلة الأولى بعدين الآلة الثانية. 3 ضرب 6 18 زائد 2 20، إذا عندنا هذا الجدول نكمله، الاثنين مدخلة مخرجتها 14 والثلاثة مخرجتها 20. إذا احنا ممكن يجينا سؤال انه يكون في عندنا اكثر من عمليه حسابيه في القاعده، فانه راح نقوم بحسب ما هو مطلوب منا الضرب ثم الجمع، اذا كان في طرح بنطرح، اذا كان في قسمه بنقسم، ومن ثم نوجد المخرجه. مفهوم يا رابع؟ هسه راح ننتقل الى مساله حياتيه تطبيق على درسنا، خليكم معي. الان في عندي السؤال اللي هو التحقق من فهمي في الكتاب صفحه 68، حابه اناقشه انا وياكم يا رابع. يبين الجدول الاتي الاجور التي سيتقاضها عامل بالدينار مقابل عمله بالاسابيع، يعني كل اسبوع بيشتغل فبتقاضى كل اسبوع اجره بالدينار الاردني، تمام؟ بس الجدول بادي من اسبوعين، يعني اسبوعين يتقاضى 150 دينار، لما يشتغل ثلاث أسابيع سيتقاضى 225 ديناراً، وأربع أسابيع سيتقاضى 300 ديناراً. السؤال، فكم ديناراً سيتقاضى في الأسبوع الواحد؟ يعني كم أجرت هذا العامل في الأسبوع الواحد؟ وكم سيتقاضى في ست أسابيع؟ يعني في عنا سؤالين، إنه كم يتقاضى في الأسبوع الواحد؟ وكم يتقاضى بعد ست أسابيع؟ أولاً بدنا نفهم إحنا كم يتقاضى في الأسبوع الواحد، بدنا نحلل الإجابات اللي عنا، إنه هو هنا في عنا إحنا نمط أكيد إنه الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، الأسبوع الرابع، وفي أرقام عم تتزايد، إذا النمط هذا هو عبارة عن نمط متزايد، إذا إما جمع وإما ضرب، شو درسنا الدرس السابق؟ بنفس الطريقة رابع درسنا إحنا اليوم يعني بيشبه كثير، بحكي عن النمط لكن بطريقة جديدة، إنه إحنا بنعرف القاعدة وبنعرف نطلع أي حد بدنا إياه في هذا النمط. هسا 2 ضرب كم بعطيني 150؟ أو 3 ضرب كم بعطيني 225؟ هلا في طريقتين، إما أنا أصير أحكي 150 كم بدها لتصير 225؟ راح ألاحظ إنه بدها 75. طب 225 كم بدها تصير 300؟ ايضا 75. اذا احنا عم نضيف كل مره، كل اسبوع عم نضيف 75. طب خلينا نتاكد، لو بدنا نحكي عن الضرب، هل 2 ضرب 75 بعطيني 150؟ 2 في 5 10 و1 باليد، 2 في 7 14 و1 15. اذا نعم نستطيع ان نوجد هذه باكثر من طريقه، انه عدد الاسابيع ضرب 75، او اني اضيف 75 في كل مره. لكن انا راح اضيف 75 في كل مره راح ارجع زي الدرس السابق، لو بدي 6 اسابيع راح امشي لا اضل اجمع 75 75، هذا راح ياخذ مني وقت، لكن الضرب يختصر علي
كثيرا في الحل يختصر، لانه احنا بنعرف انه الضرب ما هو جمع متكرر فلهم علاقه مع بعض كثير. فبالنسبه لهذا السؤال بفضل انه نحله بالضرب، انه قاعده النمط هي ضرب 75. اذا رح نحط اله الاعداد عشان نفهم اكثر، والقاعده هنا ضرب 75. شو طالب منا؟ طالب منا في الاسبوع الواحد، يعني لو كانت المدخله واحد كم رح تكون المخرجه؟ 1 ضرب 75 75. اذا في الاسبوع الواحد 75 دينار. طب كم سيتقاضى في 6 اسابيع؟ اذا المدخله 6، كم رح تكون المخرجه؟ 6 ضرب 5 عندنا 30 صفر و3 باليد، و6 في 7 42 و3 45، اذا 450 دينار. 450 دينار، اذا 6 ضرب 75 بعطينا 450 دينار. هاي الطريقة جدا سهلة، ودرسنا اليوم سهل علينا انه احنا ما نضل نمشي بشكل، مثلا لو نرجع للدرس السابق رح اضل امشي لاصل للست اسابيع اضيف 175 و75 و75، هذا الاشي طويل بكون متعب، لكن هاي درسنا اليوم عطانا القاعدة احنا كيف نستخرج القاعدة ونطبق عليها لأي، لو بدي مثلا بعد 10 اسابيع بعد 20 اسبوع بس بنضرب ب 75، فقاعدة هذا الجدول هو الضرب ب 75. هيك يا رابع بكون احنا انهينا درسنا الجدا سهل وفكرته